إن شاء الله كما ستعرفوا بأن الامتحان الوطني مبقاش ليه بزاف ديال الوقت، غادي نبداو إن شاء الله واحد المراجعة ديال الدروس ديال البكالوريا، يعني جميع الدروس اللي عندنا في الامتحان الوطني إن شاء الله. وبالنسبة لهذه المراجعة غادي نقتصروا على الملخصات ديال الدروس باش ما نطولوش بزاف، ونعتمد على التمارين والتصحيح ديال الامتحانات الوطنية إن شاء الله. إذا غادي نبداو بالدرس الأول اللي عندنا، هو الدراسة ديال الدالة الأسية. إذا غادي نعطيكم جميع النقط وجميع المسائل المهمة باش نديروا الدراسة ديال الدالة الأسية، وغادي نشوفوا التمارين إن شاء الله كيفاش نخرجوا. إذا بالنسبة لنا أول حاجة خصنا نعرفوا التعريف ديال الدالة الأسية شنو هو. إذا غادي نبداو أولا التعريف، التعريف ديال الدالة الأسية. كنا شفنا قبل بأن دالة الآلام هي دالة متصلة على صفر زائد لا نهاية، و تزايدية قطعا. إذا هذا هو الشرطين اللي عندنا، دالة الآلام تزايدية قطعا على المجال صفر زائد لا نهاية. إذا تحققوا لي هاد الشرطين تنقول بأن دالة الآلام هي تقابل، يعني أنها تقبل دالة عكسية. إذا هذا الملخص غادي ينفع حتى اللي مازال ما قراش الدرس ديال الدالة الأسية، غادي يعرف من جاي هذا التعريف ديال الدالة الأسية. إذا بما أن الدالة الآلام هي دالة متصلة على صفر زائد لا نهاية وتزايدية قطعا على نفس المجال، فإنها تقبل دالة عكسية. شنو تعني هذا؟ يعني ان كاينه واحد الداله سميتها الان موانزا، بحال اللي تنسميوها اف موانزا، هذه هي الداله العكسيه. اذا هذه الداله الان موانزا هي داله الاكسبونونسيال، هي الداله الاسيه. اذا التعريف ديال الداله الاسيه هي الداله العكسيه للداله الان. اذا غادي نستنتج من هنا بان الداله الاسيه هي الدالة العكسية لدالة الآلان، يعني اللوغاريتم ليبيري. متفقين؟ نزيدو نستنتجو خاصيات أخرين من بعد ما شفنا التعريف. ألوغ تاني حاجة بعدا قبل ما نساو، بأن الدالة الأسية ترمزو لها بالإكسبونونسيال بي أو إكس بي، بحال هكا. هذه هي الدالة الأسية ترمزو لها بأو أو إكس بي. إذا هذا التعريف، اذا هذا هو التعريف. تنعرفوا بان داله الآلام، داله الآلام هي داله معرفه على المجال صفر زائد لنهايه، ومجموعه الوصول ديالها هو ار. متفقين؟ اذا الداله العكسيه غادي تكون معرفه بالمقلوب، يعني ان الاكسبونونسيال هي معرفه على ار، ومجموعه الوصول ديالها هي صفر زائد لنهايه. اذا هذه هي اللي تتهمنا حنايا، تتهمنا بان أولا السنتاج ديالنا هو أن دالة الإكسبونونسيال عند الدالة الأسية هي معرفة على R، يعني إلا بغيت نكتب الإكسبونونسيال دو إكس، هاد إكس هذا عندي الحق نعوضه بجميع الأعداد اللي ستنتمي لR، ومجموعة الوصول هي صفر زائد لا نهاية. إذا غادي ناخد ثانيا خاصيات، نقدروا نستنتجوا من هذا التعريف بزاف ديال الخاصيات. الخاصية الأولى هو قلنا ملي تتكون عندي واحد الدالة والدالة العكسية ديالها، الدالة والدالة العكسية ديالها تتكون عندهم نفس التغيرات، يعني إذا كانت الدالة الأولى تزايدية العكسية ديالها تزايدية، ولا كانت تناقصية تناقصية. من هنا غادي نستنتجوا بأن الإكسبونونسيال يعني الدالة الأسية هي تزايدية، يعني سي اون فونكسيون كرواسونس. متفقين؟ تزايدية على مجموع التعريف ديالها اللي هو ار. هذه هي السنتاج الاول. السنتاج الثاني، بما ان الاكسبونونسيال هو الداله العكسيه كيف ما قلنا ديال الان، يعني ان الاكسبونونسيال ديال الان دو اكس هو اكس. كنا تنعرفوا بان الا كانت عندي المركب ديال الدالتين اف موان زان غون اف دو اكس، هذا هو اكس. المركب ديال الداله والداله العكسيه ديالها هذا هو اكس، يعني المركب ديال الاكسبونونسيال مع الالان هو اكس.
هنا تلاحظوا بأن الإكس هو مرتبط بالألان، يعني غادي نقولوا مهما يكون إكس ينتمي إلى صفر زائد لا نهاية، لأن إلا بغينا نكسبوا هذه الكسابة خاص إكس يكون موجب قطعًا. وبنفس الطريقة الألان ديال الإكسبونونسيال دو إكس راه هو إكس، لأن الألان والإكسبونونسيال هي الدالة والدالة العكسية ديالها. هنا إكس مرتبط بالإكسبونونسيال، يعني غادي نقولوا مهما يكون إكس ينتمي إلى R. إذا هادو هما الخاصيات الأولية اللي نقدروا نستنتجو. كاين الخاصيه الثالثه، قلنا مجموعه الوصول ديال الاكسبونونسيال هي صفر زائد لا نهايه، مجموعه انطلاق يعني مجموعه تعريفيه ار، مجموعه الوصول هي صفر زائد لا نهايه. هذا الشيء يعني تيعني بان مهما يكون اكس ينتمي الى ار، الاكسبونونسيال دو اكس غادي يكون موجب قطعا، لان الصور كاملين موجبه قطعا، صفر زائد لا نهايه يعني مجموعه موجبه قطعا، يعني ان الاكسبونونسيال ديال اي عدد غادي نلقاوه موجب قطعا. إذا هادو هما الخاصيات الأولية ديال الدالة الأسية، استنتجناهم غير من التعريف. متفقين؟ إذا غادي نمر الخاصيات الأساسية. من بعد مشينا الخاصيات الأولية، ثالثا خاصيات أساسية. هاد الخاصيات الأساسية غادي تعاوننا في الحساب ديال الإكسبونونسيال. أول حاجة، أول ملاحظة غادي نديرها دابا هي أن هاد الكسابة ديال الإكسبونونسيال دو إكس غادي نبدلها بـ أو أوس إكس، باش ما تبقاش تجيني تقيلة أنني نكسب الإكسبونونسيال دو إكس بحال هكا. هاد الكسابة هادي راه هي نفسها، نفس المعنى، غير الكسابة متغيرة، الرمز متغير. الإكسبونونسيال دو إكس غادي نبقاو نرمزو ليه بـ أو أوس أوس إكس. متفقين؟ هذا هو التعريف، أولا هذا هو لا نوتاسيون الجديدة أو الترميز الجديد. ألوغ هنا غادي نقولو مهما يكن أولا لكل أ و ب من أ، غادي نستنتجو الخاصية التالية. إلا عندي ليكسبونونسيال دو أ فوا ليكسبونونسيال دو ب، أ أوس أ في أ أوس ب، هذا هو أ أوس أ زائد ب. يعني إذا كان عندي الضرب ونفس الأساس اللي هو أ، نقدر نجمع الأس. خاصية ثانية، إذا كان عندي دونك ليكسبونونسيال دو أ على ليكسبونونسيال دو بي يعني القسمة، إذا عندي نفس الأساس هذا هو ليكسبونونسيال ديال البسط ناقص المقام أ موان بي. هادو هما الخاصيات ديال القوى اللي كنا تنشوفو شحال هادي. غير في القوى كان عندنا الأساس يكون يعني عدد كيف ما بغى يكون، دابا حنايا في الدالة الأسية ديما الأساس غادي يكون هو أو. إلا عندي ليكسبونونسيال دو أ أوس شي عدد أر، هنا نزيد و أر ينتمي إلى كيو، إلى المجموعة كيو. إذا هذا هو ليكسبونونسيال ديال أر فوا أ، يعني إلا عندي الأس جوج مرات، هاد الأس هذا تنضربهم في بعضياتهم تتعطيني بحال هكا. نقدر نستنتج بأن ليكسبونونسيال ديال موا أ هو واحد على ليكسبونونسيال دو. اذا هادو هما الخاصيات الاساسيه اللي غادي يعاونوني في الحساب، وايضا في حلول ديال المعادلات، في الحل ديال المعادلات اللي فيهم الداله الاسيه. اذا هادو هما الخاصيات الاساسيه، وحنا راه تنبنيو الدرس ديالنا شويه بشويه. دابا شنا الخاصيه الاوليه والخاصيه الاساسيه والتعريف. اذا غادي نعطيكم واحد المثال، نعطيكم هنا واحد المثال باش نخدموا بهاد سميتو بهاد الخاصيه الاساسيه. دونك مثال، مثلا لنحل في ار المعادله، نعطيكم مثلا واحد المعادله ليكسبونونسيال اكس موان 2 تساوي 4 مثلا بحال هكا. الا بغينا نحلوا هاد المعادله بصفه عامه في الرياضيات، مثلا نقول حل المعادله، يعني في الاخر خصني نلقى اكس يساوي، هذا هي حل المعادله. متفقين؟ يعني خصني نلقى اكس. عندي اكس هنايا مرتبط ب او، خصني نحيد او. الوغ الا بغينا نحيدو الاو خاصنا ندخلو عليها الالان، لان تنقولوا بان الالان ديال ليكسبونونسيال دو اكس راه هو اكس. متفقين؟ يعني خص يكون هنايا الالان. وكنا شفنا في الخاصيه ديال لوغاريتم ليبيريان ديال الالان، يعني لوغاريتم ليبيري، بان الا عندنا الالان ديال ا تساوي الالان دو بي، هذا يكافي ان ا تساوي بي. مصافقين؟
دونك داكشي اللي غادي ندير، عندي تكافؤ هنا، يعني ممكن تكون عندي ا تساوي بي وندخل ال ان من طرفين بجوج. اذا شنو غادي ندير هنا؟ عندي تكافؤ، غادي ندخل ال ان ليكسبونونسيال اكس موان 2 تساوي ال ان ديال 4. اذا قلنا ال ان ديال ليكسبونونسيال ديال شي تعبير تيمشي ال ان مع ليكسبونونسيال، غتبقى عندي اكس موان 2 تتساوي ال ان ديال 4. قلنا حنايا تنحلوا المعادله يعني تنقلبوا على اكس، اذا اكس هي 2 هاد ناقص 2 غتحول جهه اخرى تولي 2 زائد ال ان ديال 4. اذا اس ما ننساش غير في الرياضيات خصني ضروري نجاوب على السؤال كامل. هنا قالوا لي حل المعادله يعني خصني نكسب مجموعه الحلول اللي هي الحل 2 زائد الالان ديال 4. اذا هذا هو الحل. تنستعملنا الخاصيه ديال الالان اكسبونونسيال شي تعبير هو هذاك التعبير. هذا المثال واحد، اذا هذا مثال واحد. نعطيكم واحد مثال اخر، اذا غادي ناخذ واحد مثال جوج. مثلا غادي ناخذ ليكسبونونسيال مثلا ديال جوج اكس ناقص 3 ليكسبونونسيال دو اكس زائد جوج تساوي زيرو. نحلوا هذه المعادله هذه. اذا هنايا تلاحظوا بان دونك اللي عنده صعوبه فاش باش يقرا هذه نقدر نبينوها، هذه الى عقلتوا عليها هذه هي ليكسبونونسيال ديال اف ار، الى عقلنا عليها هذه هي ليكسبونونسيال دو ا الكل اس ار، يعني هذه ممكن نكتب على شكل ليكسبونونسيال دو اكس الكل اس 2. متفقين؟ ناقص 3 ليكسبونونسيال دو اكس زائد 2 تساوي صفر. هنا تلاحظوا بان عندي واحد التعبير اس 2 وهذا التعبير ما فيهش الاس 2 وهنا ما كاينش، يعني ممكن نديروا تغيير المتغير، تغيير المتغير نضع تي تساوي ليكسبونونسيال دو اكس. اذا هذه المعادله كيفاش غتولي؟ غادي تولي هي تي اس 2 ناقص 3 تي زائد 2 تساوي صفر. اذا ولات معادله من الدرجه الثانيه. اذا غادي ندير دلتا المميز هو بي اس 2 ناقص 3 اس 2 ناقص 4 في ا اللي هو 1 في سي اللي هي 2. اذا 3 اس 2 هي 9 ناقص 8 هي 1 موجبه. اذا المعادله تقبل حلين مختلفين. هنا انتبهوا راه المتغير هو تي، يعني ان عندي تي 1 و تي 2 ماشي اكس، المتغير هو تي. تي قلنا هو موان بي يعني 3 زائد جذر مربع واحد على جوج ا، جوج في واحد، هذه عطينا 4 على جوج هي 2. ومن بعد بعد ما حددنا تي واحد و تي جوج خصنا نتابعو بأن المتغير عندنا راه هو اكس ماشي تي. إذا خصنا نرجعو لهذه اللي وضعنا هنايا وغادي نحطو عندنا تي القيمة الأولى ديالها هي 2، إذا ليكسبونونسيال دو اكس يساوي 2، أو تي القيمة الثانية ديالها هي 1، يعني ليكسبونونسيال دو اكس يساوي 1. حيت المتغير عندنا أولا المجهول عندنا هو إكس. إذا هنا غادي ندخلو كيما شفنا في المثال الأول الآلان هنا وهنا، إذا غادي تعطينا آلان ليكسبونونسيال دو إكس يساوي آلان جوج، أو الآلان ليكسبونونسيال دو إكس يساوي آلان ديال 1، آلان إكسبونونسيال دو إكس قلنا هو إكس تساوي آلان جوج، أو آلان اكسبونونسيال دو اكس قلنا هو اكس يساوي ال ان واحد هو زيرو. اذا عندنا جوج الحلول هما صفر و ال ان جوج، اس مجموعه الحلول هي صفر و ال ان جوج. اذا هذه هي الطريقه باش تنخدم هذا النوع من المعادلات. اذا خدمنا هنا هذا مثال، خدمنا بالخاصيات الاساسيه والخاصيات الاوليه ديال الاكسبونونسيال. اذا هذا هو التعريف، الخاصيات الاساسيه وخاصيات اوليه. غادي ندوزو دابا للدالة المشتقة ديال دالة ليكسبونونسيال. إذا لكل إكس من آر اللي هي مجموعة تعريف ديال الدالة الأسية، ليكسبونونسيال دو إكس بريم يعني المشتقة ديال ليكسبونونسيال دو إكس هي نفسها، يعني ديما فين ما يعطوني ليكسبونونسيال دو إكس بريم راه المشتقة ديالو تبقى نفسها ما تتبدلش. ولكن إلا كان عندي دالة يعني ليكسبونونسيال ديال شي دالة وبغينا نديرو لها الشقاق، السؤال هو شحال تيساوي الشقاق ديالها. إذا غادي نقولو بأن لدينا أو دالة قابلة
للاشتقاق. اذا المشتقه ديال الاكسبونونسيال ديال واحد الداله اللي هي اي دو اكس، سناخذوا هاد الداله هذه سنهبطوها لتحت وتنديروا لها الداله المشتقه ديالها صافين، وتنعاودوا نضربوها في نفس الداله اللي هو الاكسبونونسيال دو اي دو اكس. يعني الاكسبونونسيال دو اي بريم هو اي بريم فوا الاكسبونونسيال دو دو اي. غادي ناخذوا مثال، مثلا عندي الاكسبونونسيال ديال اكس زائد ln دو اكس بحال هذا، بغينا نديرو لها البريم. اذا هذه ماشي الاكسبونونسيال ديال اكس، هذا الاكسبونونسيال ديال الداله. بحال هذه الحاله عندنا اكس زائد ln دو اكس راه هو اي دو اكس. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نهبطو هاد اكس زائد ln دو اكس بحال اللي درنا هنا ونديرو لها البريم ونعاودو نضربوها في نفسها. يعني الاكسبونونسيال اكس زائد ln دو اكس صافقين. اذا هنا عندي داله زائد داله، غادي ندير الشقاق اكس سنعرفو هو واحد، والشقاق ديال ln دو اكس هي واحد على اكس صافقين، مضروب في الاكسبونونسيال ديال اكس زائد ln دو اكس. اذا هذه هي الداله المشتقه. اللي مزيان في هاد الداله الاكسبونونسيال، يعني الداله الاسيه، شنو هو؟ هو ان قلنا بان الاكسبونونسيال ديال اي تعبير دائما موجب، يعني غادي يعاونني باش نعرف التغيرات ديال الداله. بحال دابا هذه راها موجبه قطعا، لان الاكسبونونسيال ديال شي داله راه دائما موجب. اذا تيبقى لي غير هذا، نشوف واش موجب ولا سالب. في هذه الحاله راه موجب، لان مادام عندي الان دو اكس يعني مجموعه التعريف راه هي صفر زائد لا نهايه، اذا هذا راه موجب. إذا هكا سنقدروا نحسبوا الدالة المشتقة. آخر فقرة هي الفقرة الخامسة، هي نهاية هامة. تنعرفوا بأن الإكسبونونسيال قلنا هو دالة معرفة على R، يعني موان لانفيني بلوس لانفيني، وبالتالي غادي نلقاو جوج الأنواع ديال النهايات ديال الإكسبونونسيال، هما النهايات في موان لانفيني والنهايات في بلوس لانفيني. إذا هاد النهايات غادي نقبلوهم كيف ما هما. عندي النهاية ديال الاكسبونونسيال دو اكس عندما يؤول اكس الى زائد لا نهايه، هذا هو زائد لا نهايه. واذا كان عندي ليميت ديال الاكسبونونسيال دو اكس على اكس اس اي عدد كيف ما بغى يكون، اكس اس واحد ولا اس جوج ولا اس ثلاثه، شحال ما بغى يكون هذا الاس في زائد لا نهايه، هذه هي زائد لا نهايه، تبقى زائد لا نهايه. بالنسبه لناقص لا نهايه، عندنا ليميت ديال الاكسبونونسيال دو اكس كون اكس طون فير موان لانفيني هذا هو زيرو، والليميت ديال اكس اس اي عدد كيف ما بغى يكون في ليكسبونونسيال دو اكس كون اكس طون فير موان لانفيني هذا تا هو زيرو. متفقين؟ بحال غادي نقولوا بان القوه ديال ليكسبونونسيال تكون اكبر من القوه ديال الداله البولينوم، يعني الداله الحدوديه تتبقى لنا زيرو. هادو هما اربعه ديال الليميت اللي عندنا، وعندنا واحد الليميت إذا هكا نفرقوهم، وعندنا واحد ليميت في زيرو اللي هو ليميت ديال إكس طون فير زيرو ديال ليكسبونونسيال دو إكس موان زان على إكس، هذه هي واحد. غادي تقولوا لي علاش عطيتكم هذه النتيجة ديالها هي واحد، لأن إلا عوضتي هذه راه عندها البرهان ديالها، ولكن إلا عوضتي مباشرة عطيتك بشكل غير محدد، لأن ليكسبونونسيال زيرو هو واحد، واحد ناقص واحد هي صفر، صفر على صفر بشكل غير محدد. ألو حنا في التمارين فيما تكون عندنا هاد الكتابة هادي ويكون هنايا زيرو، راه النتيجة هي واحد. هادو بجوج نفس الطريقة، حيت إلا عوضنا غادي نلقاو لانفيني على لانفيني راه شكل غير محدد، ولكن حنا تنقبلو هاد النتيجة وتنخدمو بها هي بلوس لانفيني. وبنفس الطريقة هادي قلنا زيرو على حساب هاد الخاصية الأولى، وهادي لانفيني، زيرو في لانفيني شكل غير محدد، ولكن حنا بلا ما نبرهنو عليها ديما غادي ناخدو هي صفر. إذا هادو هما خمسة النهايات اللي عندنا في الدالات الأسية، يعني كيف ما بغات تكون النهاية غادي نخدمو بهاد الخمسة اللي عطاوناها. إذا هادو بالنسبة للقواعد. نعطيكم شي مثال، هنايا مثلا عندي النهاية ديال ليكسبونونسيال دو إكس موان إكس على ليكسبونونسيال دو إكس بلوس إكس كون إكس تنفير بلوس لانفيني. مثلا إلا بغينا نخدموها بالنهاية، إذا غادي نعوض إكس بزائد لا نهاية، غادي تعطيني
زائد لا نهاية ناقص لا نهاية شكل غير محدد. لا نهاية على لا نهاية راه الشكل غير محدد. إذا شنو غادي ندير؟ مادام عندي هنا لا في بليس لا في، إذا غادي نشوف هنايا، غادي نشوف هنايا، متفقين؟ شنو غادي ندير؟ نقدر نعمل بإكس أو نعمل بالإكسبونونسيال دو إكس. إذا هنايا اللي ساهل هو نعمل بالإكسبونونسيال دو إكس، غادي تعطيني ليكسبونونسيال دو اكس عامل، الى حيدنا من هنا ليكسبونونسيال دو اكس غيبقى واحد، ناقص اكس على ليكسبونونسيال دو اكس، على نفس الطريقه ليكسبونونسيال دو اكس قلنا واحد زائد اكس على ليكسبونونسيال دو اكس. اذا غادي نختزل بليكسبونونسيال دو اكس هنا وهنا، غتعطيني واحد ناقص اكس على ليكسبونونسيال دو اكس على واحد زائد x على الإكسبونونسيال دو x كون x تنفير بلس لانفيني. هادي راه هو المقلوب ديال هذا، متفقين؟ إذا المقلوب ديال بلس لانفيني راه هو صفر، المقلوب ديال بلس لانفيني هو صفر. إذا هادي غتعطيك واحد ناقص صفر على واحد زائد صفر، هي واحد، لأن المقلوب ديال هادي غادي يعطينا المقلوب ديال هادي اللي هو واحد على لانفيني راه هو صفر. غادي نعطيكم واحد القضية هنايا، بان النهايه ديال اللي فيهم ليكسبونونسيال دائما تيتخرجوا بجوج طرق، اما تعميل اما تغيير متغير. الا خرج لكم الشكل غير محدد في الداله فيها ليكسبونونسيال ضروري اما غادي تعمل اما غادي دير تغيير متغير. 90% ديال النهايات ديال ليكسبونونسيال تيتخرجوا بهاد جوج ديال الطرق. اذا غادي نكتفي بهذا القدر هذا في الفيديو الاول، اللي حاولنا نشوفوا ملخص شامل على الداله الاسيه، وان شاء الله غادي نديروا فيديو ثاني فيه تمارين كيفاش نديروا الدراسه ديال الداله الاسيه باش نطبقوها الفقرات اللي شفنا في الدرس.